السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم يا خاوتي في قناتكم أمين للتقنية في هذا الفيديو الجديد. كما نعرفوا شركة جيزي هاد الأيامات دارت فيسبوك المجاني، يعني مهما ما يكونش عندك رصيد، ما عندكش دراهم، تقدر يعني تكونيكتي بالفيسبوك بصح ما تقدرش تشوف تصاور ولا الفيديوهات. إذا اليوم جبت لكم طريقة باه تقدر تشوف تصاور خاوتي بصح ما تقدرش تشوف الفيديوهات. تصاور تقدر تشوفهم عادي خلاص، لشتا ما عندك حتى ظروف الكونتاك. إذا الطريقة هذه قديمة خاوتي، كنا نستعملوها يعني على شركة أوريدو، وما دام يعني شركة جيزي دارت هذا الوضع المجاني تاع الفيسبوك، يعني ارتأيت أني نزيد نشرح الطريقة هذه على شركة جيزي. يعني راني مجربها على الفيسبوك لايت. كما رانا نشوفوا خاوتي هنا الرصيد ما عنديش، نشوفوه مع بعض. إذا ندخلوا للفيسبوك لايت، هذا هو الحساب تاع الفيسبوك خاوتي. إذا كما رانا نشوفوا هذا هو الوضع المجاني، ما تقدرش تشوف فيه تصاور كما رانا نشوفوا هنايا. ومهما تكليكي هنا على عرض الصور يعني ما يجيوكش تصاور. نزيدو نكليكيو هنايا مثلا فقط، مادام ما عندكش كريدي يعني بالطبع مش راح يجيوك تصاور. نزيدو نكليكيو هنا ونشوفوها، ما كانش تصاور عرض الصور. المهم الطريقة خاوتي هي أننا نجيو الخيار هذا، وبعدها نجيو لهذا الخيار استخدام بيانات الاتصال، وبعدها نكليكيو هنايا على آخر خيار واللي هو إيقاف تشغيل الأوضاع، وبعدها نكليكيو على إيقاف التشغيل. كما رانا نشوفوا خاوتي هنا الصور جاوا عادي جدا، كما رانا نشوفوا هنايا عادي خاوتي تقدر تشوف تصاور بهذه الطريقة عادي جدا. تبحث على أي حاجة مثلا، مثلا ندخلوا لهذه الصفحة كما رانا نشوفوا الصور خاوتي عادي جدا يعني بدون أي إشكال. مثلا نخرجوا من الفيسبوك ونعاودوا ندخلوا كما رانا نشوفوا عادي يعني ما كان حتى مشكل. جينا الخاصية نعاودوا نكليكيو هكذا برك. إذا بالطريقة هذه تقدر تشوف الفيسبوك بالصور، دير منشورات، تعلق عادي جدا. إذا كانت هذه حلقة اليوم، نتمنى تنال إعجابكم، بارطاجيو هذا الفيديو باه يستفادوا أصحابكم، وإلى حلقات أخرى. السلام عليكم.